تلاقي كل الإحصائيات العالمية مثلا على أي مناطق إدارية في أمريكا في أوروبا، بتلاقي فيه رقم الزيب كود، ده هو ده المستعمل لتوصيف المكان والربط الإحصائي عليه وكل هذا الكلام. أخذنا الحمد لله النقلة دي في مصر، وسيتم إصدار الرقم المكاني ورقم البريد المصري الجديد لتطوير منظومة دعم القرار في مصر، وخدمة طبعا جهود التنمية المحلية. يعني هيبقى واحد من اهداف هذا المشروع هو انه يبقى يوجد رقم لكل مبنى. طبعا في رقم اللي هو 2 شارع عبد السلام فهمي كذا كذا كذا، الرقم ده هيبقى له نظير معلوماتي في كل قواعد البيانات القوميه. وتم اصدار الترقيم ده ل 90% من الحضر المصري و 65% من الريف، وعلى اخر 2015 سيتم الانتهاء من هذا المشروع. نفس السيناريو ده هيبقى هو القاعدة للتعداد الجديد. كل دي تحضير البلد ان هي تبقى، هنسميها ايه، البلد دي مجموعة من الماكينات. في ماكينة معلوماتية بتخدم منظومة التخطيط وبتخدم المشروعات القومية وبتخدم كل الاتجاهات التنموية على كل المستويات. فده بعض الاجراءات اللي هي بتتم في الوقت الحالي. في تطوير كبير جدا في منظومة التخطيط عشان تلاحق التسارع اللي حاصل دلوقتي في الشغل وفي المشروعات اللي بتطرح على ففي اجراءات لها علاقه بالاستعانه بخبرات عاليه جدا جوه منظومه التخطيط، بحيث ان احنا يبقى قراراتنا بدعمها معرفه قويه. في انظمه معلوماتيه جديده بنحطها للتحليل والتقييم، بحيث نعرف فين الفجوات وفين اللي احنا محتاجين، المناطق اللي احنا محتاجين نتدخل فيها كحكومه بشكل قوي. في اجراء له علاقه بالتنسيق بشكل قوي مع المجتمع المدني والقطاع الخاص، ان في ادوار كتيره جدا الحكومه مش هي اللي ممكن، يعني مش لازم تبقى الحكومه هي اللي بتقوم بهذا الدور، بالعكس ده القطاع الخاص هو اللي المفروض يديره او المجتمع المدني في تطبيقات معينه. فيعني دي بعض نقط رئيسيه حبينا نشير ليها بيتم العمل عليها دلوقتي، وبتخدم التوجه بتاع المشروعات القوميه بشكل كبير. وفوق ده كله في الوزاره بتعمل على استراتيجيه 2030. احنا دلوقتي واحده من المشاكل او دايما بتثار ان مصر بتفتقد استراتيجيه بيتفق عليها مجموعه من الكيانات الرئيسيه في البلد وتكون مستدامه بشكل كبير. فالحقيقه بذل مجهود كبير جدا الحقيقه تبنى هذا الموضوع دكتور اشرف العربي، ان يبقى في استراتيجيه متفق عليها مع القطاع الخاص مع الكيانات الحكوميه مع المجتمع المدني، بحيث انها تبقى نواه لتنظيم العمل في البلد الفتره اللي جايه. واصدر منها يعني نسخه مبدئيه، ممكن حضراتكم دخلتوا على الويب سايت بتاع الوزاره هتشوفوا بعض المخرجات بتاعه الاستراتيجيه، لكن بيتم دلوقتي تدقيقها والتوسع في الانشطه بتاعتها في الفتره دي، وربطها بمؤشرات واضحه. دي نقطه كمان كانت مفقوده في الاستراتيجيات السابقه. انا هقيس ازاي نفذت ولا ما نفذتش هذا الكلام؟ يعني سهل ان احنا ننتج وثيقه مكتوب فيها 100 صفحه بتقول ادي استراتيجيه مصر، لكن نقيس ازاي بقى الكلام ده هيتنفذ ولا مش هيتنفذ؟ فمحطوط فيها لكل نشاط، هي مقسمه ل 12 محور، وتحت المحور في اهداف، وبعد كده الاهداف في برامج، وبعد كده في اتجاهات رئيسيه للمشروعات. كل هذا الكلام مرتبط بمؤشرات واضحه، مؤشرات متبناه من معايير دوليه او معايير، المهم كلها معايير متقدمه. والحقيقه اللي عمل هذا الموضوع متخصصين على درجه كبيره من التخصص، فبنثق في عملهم وسيبنى عليه ان شاء الله في الفتره اللي جايه. فبوجود المعايير دي القابله للقياس والموزعه مكانيا نقدر نتابع منظومه التنميه، وحضراتكم برضو تقدروا تتابعوا مخرجات هذا العمل وتقدمه، لان هيبقى واحد من المعايير قياس مثلا التنميه المحليه في نقط معينه هي المؤشرات دي. فمهم جدا ان حضراتكم تبقوا اورينتد ايه المؤشرات اساسا بتاعه التنميه في المكان المحلي، ونشوف ايه المتطلبات اللي تحقق هذا المؤشر. فحضراتكم كوجودكم في المحليات اعتقد هيخدم الموضوع ده بشكل كبير. الاستراتيجيه برضو غطت ابعاد كتيره ووصلتها لنقطه اللي نقدر كلنا نبني عليها، يعني حاطين حتى جوه وزاره التخطيط اكسكيوشن بلان ازاي هنقدر ننفذ الاستراتيجيه دي،
وايه الفرق اللي هي المفروض تبقى موجوده، وايه تعديل اطر العمل جوه الوزاره بحيث ان الكلام ده كله يبقى له ادوات تنفيذيه تقدر تتابع تنفيذه. فمن ومن ذلك يعني ادوات متابعه داخليه للعمل الحكومي برضو تم العمل عليها وتحضيرها تمهيدا لاطلاق الاستراتيجيه. انا عايز اقول لكم يعني وبشكل واضح ان 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 الحكومه في الفتره دي ووزاره التخطيط بتبذل مجهود كبير جدا لتحقيق نقله نوعيه في الطريقه اللي احنا بنفكر بيها معلوماتيا واداريا. وطبعا بالاشاره الاداريه يحضرني هنا ولو انه مش مسؤوليتي الحقيقه يعني، لكن في ناس محترمه جدا قائمه عليه، العمل اللي تم على قانون الاصلاح الاداري ده عمل جبار، وان شاء الله هنتو عنه نتائج كويسه جدا في رفع كفاءه الاداء الحكومي. وطبعا بنشكر كل القائمين على هذا الموضوع. انا مش عايز اطيل على حضراتكم، انا تشرفت بوجودي بينكم واتمنى يبقى لنا يعني لقاءات اخرى. وبشكر الدكتور عبد القوي وبشكر وزاره التضامن على الاستضافه دي وشاكرين لحضراتكم جدا. اتفضل. بخصوص سينا، طبعا في توجه كبير جدا للشغل اللي فيها. مبدئيا مشروع قناه السويس، مشروع تنميه قناه السويس، لو حضرتك باذن الله لما تعلن عن تفاصيله بشكل اوضح شويه هتلاقي فيه جزء كبير جدا منه داخل على تطوير مناطق داخل سينا بشكل كبير، سواء في شارع التفريعه، سواء في العريش، سواء في الطور، كل دي متداخله جدا مع هذا المشروع. في بعض الانشطه ثانيه بتتم، عندنا رفح الجديده، عندنا الاسماعيليه الجديده، دي كلها انشطه جاري العمل عليها. عندنا تطوير مشروع قريه الامل اللي فيه شغل كتير صحيح، بس هي برضو نواه للتحرك بشكل كبير. بعض مشروعات الطرق القوميه برضو داخله جوه سينا. وغير كده في توجهات دلوقتي بتدرس لتحرير كيف يعني لتنظيم عمليه التحرك جوه سينا، يعني التحرك التنموي جوه سينا دلوقتي في اعتبارات كثيره طبعا بتحد منه قدر الامكان لاسباب امنيه وغيره. فده دلوقتي جاي لدراسته ازاي نقدر نوفي الاتجاهات الامنيه كلها طبعا، لكن بالتوازي مع كده الاسراع بالمنظومه التنمويه. فدي كلها انشطه وفي حاجات كثيره برضه من خدمه اهل سينا، توفير خدمات جديده كثيره، توفير خدمات تطوير الخدمات الميه والسانيتيشن، كل الحاجات دي جاري العمل عليها وبشكل قوي جدا. ومفيش حاجه بتطرح في هذه البلد فيها سينا الا وكل الناس بتقف وراها وتحاول تتحرك فيها بشكل سريع جدا. النقطه الثانيه اللي هي موضوع القانون الاصلاح الاداري. نعم، محور التنميه يا فندم، يعني ده مشروع ممكن تقول ان في بعض اجزاء منه بتتم من خلال دلوقتي مشروع الطرق القوميه اللي ممتده شرق وغرب النيل، والباقي المرتبط باستكمال دراسات كتير قوي لانه داخل فيه توسعات عمرانيه هتتم ازاي، المشروعات الميه المتعلقه بيها هتتم ازاي، بقيه الانفراستراكشر هتتم ازاي. الحقيقه يعني الحكومه بتبذل مجهودات كبيره قوي دلوقتي انها تبني بنيه معرفيه قويه ورا هذه المشروعات، يعني بحيث ان احنا ما نبقاش برضو بندخل بنحط استثمارات كبيره جدا وفي الاخر تلاقي العائد محدود. يعني احنا بلد عايزين نحقق قفزات، فعشان القفزات دي تتم لازم تبقى مظبوطه، يعني ما هتنط لازم تطلع السلم كله يبقى متاكد من خطوتك وانت ماشي. فالحقيقه الكلام ده دلوقتي يعني في ناس كثيره مشكوره جدا بتبذل مجهود كبير جدا على تنقيح كل ما هو موجود بحيث ان الخطوات اللي بتاخدها الحكومه تبقى خطوات مبنيه على دراسات تفصيليه وبانظمه تنفيذ كمان جديده. يعني واحده من الحاجات مثلا بنتكلم عليها ان تحويل بعض الانشطه ل ل ل لكيانات متخصصه هي اللي تديرها بشكل مجمع. مثلا لما نيجي نتكلم على مشروع نقول الوزاره دي نفذت كذا ودي نفذت كذا ونفذت كذا، كل واحد نفذ اللي عليه بس في الاخر المشروع ما اشتغلش. ففي الحقيقه الوضع ده اصبح غير مقبول كبلد. وفي كل الاجراءات الجديده دلوقتي بنوحد المسؤوليه عن المشروعات وعن الانشطه. فالحمد لله في مجهود كبير بيتم في هذا الموضوع، لكن يعني الكمال مش موجود في اي مكان، لكن ما دام في حاجه بتحصل والدنيا بتتقدم والناس بتبتدي تفكر بطريقه جديده، الحقيقه ده شيء انا بحس ان هو اضافه قويه جدا، وباذن الله بحضراتكم ممكن يبقى احسن كتير. بالنسبه للمشروع لقانون الاصلاح الاداري، انا عايز اقول لحضرتك حجم المجهود اللي بذل على هذا الموضوع في 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 في, في الشق بتاع الاصلاح الاداري من وزاره التخطيط حجم كبير جدا. والقائمين على هذا الموضوع لو حضرتك قابلتهم هتلاقيهم يعني اشخاص افاضل وبذلوا حجم يعني مجهود ضخم.
الموضوع ده صادف عقبات كتيرة جدا وجهات كتيرة. الموضوع لأنه متشابك داخل في كل جهات الدولة، فكان في الآخر لازم توصل لنقطة اللي هي تحقق لك على الأقل نقلة معقولة. كون ان هو محتاج إضافات، حاجات كتيرة في البلد محتاجة شغل، لكن هل معنى ان احنا يعني ما حطناش البيرفكت لو، القانون المثالي، هل ده معناه ان ده مش إضافة قوية؟ انا شايف ان هو في حاجات كتيرة جدا، ولو انه مش تخصصي بصراحة يعني، لكن الحاجات كتيرة جدا تحقق نقلة كويسة، زي مثلا تنظيم عملية التقييم. دلوقتي ما فيش حاجة اسمها 90% من الحكومة المصرية ل 90% بتاخد امتياز، الكلام ده اصبح غير وارد، هو 10% بس من السيستم المنظومة بتتميز. وراها محتاجين ندرب رجالتنا وناسنا وعلى حاجات كتيرة، دي بالقانون او من غيره، كلامك لا غبار عليه. حاجات تشريعية لازم تتخذ لتشجيع الاستثمار، وهو كلام من ده 100%، وبالتوازي مع كده في قانون الاستثمار الجديد. يعني انا اقصد في حاجات تانية بتتم، الاستعانة بكوادر متقدمة وخبرات جوه منظومة العمل اليومية بتاعت الحكومة، اشري جاري على قدم الوثائق، ان احنا الناس بنحاول قدر الامكان كل كادر ممكن يضيف بن 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 بيتم محاولة ان احنا نشبكه في النقطة اللي ممكن يساعد فيها. حضراتكم بدخولكم جوه منظومة التنمية المحلية ممكن تبقى نقلة موضوعية. فالحقيقة ان انا شايف يعني ان في حاجات كتيرة بتحصل ليها ممكن نصنفها على البوزيتيف سايد، ان يعني الحكومة بتحاول تشتغل بشكل ومطلع نتائج، ولازم نبني عليها ونتحرك لقدام. فخلينا يعني نبقى كده متفائلين الى حد كبير بالعمل الموجود، ونحاول كلنا نبني عليه وندعمه. انا هستأذن حضراتكم، انا كنت ملتزم بارتباط تاني وتشرفت بوجودي بينكم، وهستأذن دكتور عبد القوي. شكرا فندم. بنشكر المهندس مصطفى على هذا الوقت اللي ادهولنا. هنستكمل الحديث برضو وان شاء الله هنكمل جلستنا. نعم، تعقيب على ايه؟ تفضل يا بيه. إخلى من طريق البحر كله على طول الساحل، بنتكلم كمان عن المياه اللي هي يعني فيها تحرك تنموي، اللي بقت دلوقتي بتيجي 3 أيام بالعافية، منهم مثلا ساعة ولا ساعتين مياه حلوة وبقيت الوقت مياه مالحة. ده بالنسبة للعريش العاصمة، بنتكلم على تانك بنزين واحد يقعد في مدينة العريش عاصمة شمال سيناء لمدة يومين، هي ومدينة الشيخ زايد ورفح تانك بنزين كامل تموت منه كل العربيات. فأنا صراحة كلمة تحرك تنموي دي كلمة يعني بصراحة حاسس إن هي كلمة بتستفز كل أهل سينا، مش عارف يعني إيه تحرك تنموي صراحة. ده غير طبعاً إنه الآن في العريش العاصمة مفيش غير طريق واحد رئيسي فقط عمومي هو اللي شغال تمشي منه كل العربيات، والباقي كلها شوارع جانبية. كل يوم نستيقظ على طريق مقفول ومطبات جديدة، مش عارف ايه الحقيقة، يعني في حاجات بعيدة خالص عن المقرات الأمنية وتغلق فيها الطرق برضه، فمش عارف هل المقر الأمني ده يعني أصبحت دلوقتي المواصلة الوحيدة اللي نقدر نركبها داخل العاصمة بتاعة شمال سيناء هي الهليكوبتر ومش متوفرة. شكرا. بنشكر على هذه المداخلة. يمكن هو كان بالنسبة لسؤال سيناء وبعدين محور قناة السويس اللي عقب عليه المهندس مصطفى قبل ما يمشي المهندس مصطفى. يمكن طبعا احنا كلام بالنسبة لقناة السويس، القصة مش قصة ان احنا بنعمل قناة جديدة فقط، لا ابدا، الموضوع اكبر من كده بكتير، بس احنا بنتكلم في مشروع مش بتاع يوم ولا اثنين ولا ثلاث، ده مشروع كبير ومشروع للمستقبل، وهناك هيبقى فيه محاور تنمية بالنسبة لقناة السويس ومدن جديدة زي الإسماعيلية الجديدة وغيرها. وأكيد حضراتكم معظم حضراتكم راح شاف اللي بيحدث في قناة السويس. نعم، وفي 6 أنفاق، يعني قصة كبيرة. موضوع العريش يمكن استسمحك في جلسة النهاردة مسائية يمكن هيحضرها الوزير السابق أحمد جمال الدين والوزيرة فايزة أبو النجا. يمكن البعد الأمني مش هنقدر نقود فيه، ولكن أنا عايز أقول ظروف سيناء والعريش هي ظروف دلوقتي استثنائية.
ظروف استثنائية، ولابد ان احنا كلنا نحترم الظروف الاستثنائية، لان دي منطقة اصبحت النهاردة ملتهبة، ومنطقة النهاردة مشتعلة، ومنطقة بتتم فيها كل يوم احداث وحوادث، وبيزهق كتير من الشهداء سواء من الجيش او من الشرطة او من المدنيين. فيمكن لها ظروف مؤقتة، مش هي دي هتبقى الاستدامة، ولكن يمكن بعد الدنيا ما تهدى ويحصل القضاء على فلول الارهاب وغيره، اعتقد هيبقى. ويمكن انا عايز بعترف شخصيا ان الدولة المصرية لم تتعامل مع سيناء بحجمها وبقدرها. يعني سيناء دي منذ ان عادت الى الاراضي المصرية والى الدولة المصرية، كان لابد ان يكون هناك خطة تنمية شاملة لسيناء، خطة تنمية شاملة، ولا نكتفي بان احنا نتكلم عن سيناء من خلال اغاني ومن خلال افلام ومن خلال كذا. لا، كان لابد ان يكون خطه التنميه، لان هو اصلا تنميه سيناء هي اولا تنميه عمرانيه كانت المفروض تتم، تنميه بشريه كانت المفروض تتم، لان هو دي خط الدفاع، وثبت ان ارقى انواع الحمايه او البروتكشن هو التنميه البشريه. يعني انت مش هتحمي كل حدودك بقوات فقط، لا، إذا ما أقمت مجتمعات عمرانية جديدة على مستوى المناطق الحدودية فأنت ضمنت حماية لهذا البلد. فقد يكون تأخرنا كثيرا في التعامل مع ملف سيناء، إنما لن نبكي عن الأبن المسكوب، ولكن إحنا بنقول إحنا بادئين والدنيا ماشية، مش كل حاجة ماشية صح، في ملفات مفتوحة، في ملفات أكيد هتفتح. أنا عايز أستفيد بالجزء من الوقت اللي حضراتكم حاضر، يعني أنا يمكن بعرفكم بنفسي عشان ممكن نستفيد بالوقت ده نتكلم في بعض الموضوعات اللي ممكن تكون مرتبطة بمهنتي أو بحرفتي أو باللي أنا بأجيد التعامل فيه. أنا أصلاً واحد من مؤمنين جداً بقضية الشباب وقضية المحليات، ويمكن أنا بداية عملي في العمل العام اللي ممتد لأكثر من 40 سنة، 45 سنة، في بداية من الشباب مارسته وانا لسه عندي 16 سنه كعضو في منظمه شباب اتحاد طلبه، كنت رئيس اتحاد طلاب مدرسه ثانويه، والتأمين لجنه اجتماعيه في كليه طب طنطا. ده بالنسبه للعمل الشبابي. كنت عضو مجلس محلي، كنت يمكن من اصغر اعضاء المجلس المحلي على مستوى الوطن، سواء بالنسبه مجلس محلي مدينه، ثم بعد كده مجلس محلي محافظه، ثم دخلت مجلس النواب، مجلس الشعب سابقا مجلس النواب القادم في دورة سنة 90، كنت ساعتها حاجة و30 سنة، كنت وكيل لجنة الصحة المنتخب، أكثر من دورة في البرلمان. أيضا شرفت إن أنا بمارس ومقتنع جدا وبالأدلة والبراهين إن المطبخ الحقيقي للنائب هو المجالس المحلية. اللي عايز يبقى نائب صح ونائب محترم ونائب قوي يدخل مجالس محلية ويجيد العمل فيه. ويجيد العمل فيه. المجالس المحليه دي المطبخ. يعني انا كنت نائب، كنت عضو مجلس محلي في مدينه زي ما قلت لحضرتك، ومجلس محلي محافظه الغربيه دورتين. طلعت سنه 90 على مجلس النواب، من اول جلسه اتكلمت. ومن اول جلسه مارست. لان ده المطبخ. هو مجلس المحلي هو برلمان صغير. هو بيفقدوا حاجه واحده بس، هما الاثنين مشتركين في حاجتين. نمره واحد، المجلس المحلي بيشترك مع مجلس النواب في ان هو بيناقش الخطه. بس مجلس النواب بيناقش على مستوى الوطن، والمجلس المحلي بيناقش على مستوى المحافظه. الاثنين بيشتركوا في الرقابه. الرقابه دي وظيفه المجلس المحلي وايضا وظيفه البرلمان. قد يكون اختزل دور المجالس المحليه في فتره ان هي اكتفي بالسؤال وطلب الاحاطه فقط، ولكن واما مجلس النواب بيصل الى استجواب، واللي بعد كده يبقى سحب ثقه. في القانون الجديد وفي الدستور اتحط ان من حق المجالس المحليه الاستجواب وسحب الثقه. يمكن مجلس النواب بيختلف عن المجالس المحليه في التشريع، اصدار القوانين، دي الحاجه الوحيده اللي بتنقص المجالس المحليه عن مجلس الشعب. فانا بعتبر اللي عايز يبقى نائب كويس يدخل مجالس محلية ويشتغل مجالس محلية صح، يبقى نائب محترم جدا. يعني يمكن ده دور انا مارسته في البرلمان. ايضا كان ليه اهتمامات كبيرة في مجالات مجال السكان،
والتنمية، السكان وتنظيم الأسرة، رئيس أكبر جمعية على مستوى مصر والعالم العربي، عضو مجلس قومي السكان في البيئة أيضا. شرفت أخيرا بأن أنا رئيس مجلس إدارة الاتحاد العام للجمعيات الأهلية اللي ده المظلة اللي بتضم 47,000 جمعية، ومعانا الأخت والصديقة العزيزة الأستاذ دكتور إقبال السملوطي من قيادات مجلس إدارة الاتحاد العام اللي هترأس الجلسة القادمة. أيضا شرفت أخيرا بأن أنا مثلت العمل الأهلي في لجنة الخمسين اللي أعد دستور مصر. دستور مصر اللي أعده لجنة من 50 عضو، 50 أساسي و50 احتياطي. الخمسين دول كانوا بيمثلوا أطياف المجتمع المصري، كانوا بيمثلوا الأزهر، الكنائس الثلاثة، الأحزاب السياسية ممثلين عنها اليمين واليسار والوسط، الاتحاد العام للجمعيات الأهلية، اتحاد العمال، الفلاحين، النقابات المهنية، تمام، يعني في تمثيل شخصيات عامة، المرأة، المجلس القومي لأمور الطفولة، المجلس القومي للمرأة. كان في خمسة شباب كانوا بيمثلوا الشباب في لجنة الخمسين لإعداد الدستور، ووصلنا الدستور اللي هو اللي خرج من المواطنين وأدلوا برأيهم في الدستور، يمكن 98% قالوا نعم للدستور اللي موجود. هل الدستور ده هو أحسن دستور؟ لا، بس كان دستور ملائم للمرحلة. المرحلة كنا لابد ان احنا نعبر بالبلد ونعدي من عنق الزجاج. الدستور ده نقدر نتكلم فيه، هو 247 مادة، مجموعة ابواب، فيها ابواب قوية جدا جدا جدا، وفيها حقوق، باب الحقوق والحريات، باب قوي جدا جدا، فيها سلطات جديدة لمجلس النواب، فيها الفصل بين السلطات التلاتة، بين السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية والسلطة القضائية، فيها نصوص جديد، باب الإدارة المحلية، المادة 180 دي مادة قوية جدا، اللي هي أعادت للمجالس المحلية قوتها، اللي هي إدت للشباب 25% من المقاعد، وإدت للمرأة 25% من المقاعد، واحتفظ ب 50% من مقاعد العمال والفلاحين في المجالس المحلية. مجلس النواب خد سلطة وخد اختصاصات كثيرة لم تكن موجودة من قبل. في حقوق المرأة في المادة 11 مادة غير مسبوقة. حقوق الطفل المادة 80 مادة غير مسبوقة. حقوق ذوي الإعاقة المادة 81 مادة غير مسبوقة. حقوق الشباب مادة 82. حقوق المسنين، ويمكن أشرف أن أنا كنت صاحب هذه المادة أو أنا قدمتها، المادة 83 من دستور مصر اللي هي بتقول تلتزم الدولة برعاية المسنين صحيا واقتصاديا واجتماعيا وثقافيا وترفيهيا، وتلتزم الدولة بتيسيرات المسنين، لأن المسنين دولت ناس يعني اللي بيوصل لهذه المرحلة بيحس بالمعاناة اللي بيعانوها حتى في دخولهم. بتلاقي ممكن واحد دخله 5000 جنيه وهو في الوظيفة، يطلع المعاش ياخد 900 جنيه، طب يعيش بيهم ازاي؟ فده نص دستوري موجود عشان نحسن أوضاع العمال الفلاحين. يعني عايز أقول دستور إلى حد كبير، إنما يتغير. هل ممكن يتغير الدستور؟ نعم يتغير، مادة أو مادتين أو أكتر يتغير. بقد إيه؟ بخمس أعضاء المجلس أو رئيس الجمهورية، ويتعرض على مجلس النواب وياخد موافقة تلتين ثم يعرض على الشعب. فأنا تحت أمركم إن احنا نتكلم، عايزين تكلموا على المجالس المحلية تحت أمركم، حاضر. عايزين تكلموا على مجلس النواب، عايزين تكلموا على الدستور، عايزين تكلموا على القضية السكانية، عايزين تكلموا على الجمعيات الأهلية، إن المفروض أنتوا يعني هو الدورة بتاعتنا برنامج دعم الجمعيات والمؤسسات الأهلية. برضو بقول حاجة بالنسبة للجمعيات والمؤسسات الأهلية، إحنا عندنا على مستوى الوطن 47,000 جمعية، بيحكمنا قانون اسمه قانون 84 لسنة 2002. إحنا عملنا مسودة مشروع قانون جديد، عملنا مسودة مشروع قانون جديد كاتحاد عام لجمعيات الأهلية بالتعاون مع الوزيرة غادة والي، وعملنا حوار مجتمع حوالين القانون الجديد. طب عملنا القانون الجديد دي ليه؟ لأسباب مهمة. أولا لأن القانون الحالي لا يتمشى مع دستور 2014، هناك عوار موجود. ليه العوار موجود؟ لأن في مادة 75 في دستور 2014 بتقول إيه؟ بتقول أن المواطنين من حقهم
تكوين جمعيات ومؤسسات أهلية، ويكون ذلك بشكل ديمقراطي، ويكون الحصول على الشخصية الاعتبارية بمجرد الإخطار، وتعمل الجمعيات بحرية ولا تدخل لجهة الإدارة في شؤونها، ولا يجوز حل الجمعيات أو المؤسسات أو عزل مجلس إدارتها أو مجلس أمناها إلا بحكم قضائي. القانون 84 اللي منظم لعمل الأهلي النهاردة اللي من 2002، أنت عشان تنشئ جمعية لابد تأخذ موافقة الجهة الإدارية وتقعد 60 يوم. أنت عشان الوزير أو المحافظ يستطيع أن يحل جمعية، لا، دلوقتي بعد الدستور اللي طلع، المسودة اللي احنا عاملينها حطينا فيها أن أي 10 مواطنين مثلا من حقهم يكونوا جمعية أو مؤسسة أهلية، ويكون ذلك بالإخطار، نختر الجهة الإدارية تؤدي ملف كامل بالمقر بالمؤسسين بأنشطة الجمعية وتقدمه في الجهة الإدارية تحصل على الموافقة. الحل الجمعية أو المؤسسة أو عزل مجلس إدارتها ما يبقاش بقرار إداري، يبقى بحكم محكمة، يبقى الجهة الإدارية لو لقت هناك مخالفة إدارية أو مالية بترفع الأمر للقضاء، والقضاء وشأنه يعزل مجلس إدارة، يحل، يحبسهم، كل ده موجود. النهاردة شلنا العقوبات السالبة للحريات وقلنا نكتفي بقانون العقوبات الجنائية، ادينا مزايا جديدة للجامعات الأهلية، لأنه خلوا بالكم يا أخوانا لو احنا تعاملنا مع الجامعات الأهلية بشعارات مش فيش حاجة هتتم. أنا لابد أن أنا أعطي مزايا وأعطي قوة دفع للجامعات الأهلية عشان توقف على رجليها، لأن الجامعات الأهلية دي شريك في التنمية وشريك في الرعاية. يعني المثلث بتاع الجامعات الأهلية بيشتغل في إيه؟ يا بيشتغل في تنمية، يا في رعاية، يا في حقوق إنسان. وفي الرعاية بكل مفهومها، الرعاية الصحية والرعاية التعليمية والرعاية الاجتماعية، التنمية بمفهومها الشامل. وعايز أقول حاجة، اوعوا حد يقزم من دور الجامعات الأهلية عن غير، هنقول عن غير قصد. يعني أنا عندنا تجربة قامت بيها الدكتورة إقبال الصملوطي من خلال الاتحاد العام، عملنا تقييم للخدمات الصحية التي تقدم في القاهرة والجيزة من 3-4 سنين، والتقييم ده تم تحت مظلة وتحت إشراف الأمم المتحدة. ثبت إيه يا أخوانا؟ إن الخدمات الصحية اللي بتقدم في القاهرة والجيزة 30% من الخدمات اللي بتقدم بتقوم بها القطاع الأهلي. يعني لو جبنا 100 عيان هنلاقي 30 عيان بيتعالجوا في مستشفيات وعيادات ومستوصفات القطاع الأهلي اللي قايم بيها، وإيه كمان؟ وذات جودة عالية. يعني مش كم وكيف، يعني دي مسألة غاية في الأهمية. الكلام ده بقى لما نتكلم عن أنشطة الجامعات الأهلية، أنشطة عديدة ومتعددة. لو قلنا في التنمية الاقتصادية موجودة، حماية المستهلك موجودة، رعاية أسر المسجونين موجودة، تنظيم الأسرة، الأمور الطفولة، ذوي الإعاقة، المسنين، الصحة، التعليم، محو الأمية، كل دي أنشطة الجمعيات والمؤسسات الأهلية بتقوم بيها على مستوى الوطن. هل إحنا راضيين عن دور الجمعيات الأهلية بشكل عام؟ بصفة عامة راضيين، ولكن هناك لنا تعديلات ولنا التقييمات، وفي الجمعيات يا إما الجمعية اللي بتشتغل وبتستمر في عملها كلنا بنقف معاهم ساعد، جمعية أغلقت أبوابها بنقول لها لأ متشكرين مع السلامة وتبنى جمعية جديدة وهكذا. مش هطول لأن أنا برضو أنا قلت لكم أنا مين بداية، إنما عشان لو في حضراتكم عايزين تقولوا في هذا الموضوع، سواء في الدستور، سواء في قانون الجمعيات، سواء في القضايا السكانية، سواء في المجالس المحلية، سواء في أي حاجة أنتوا عايزينها، أنا تحت أمركم عشان يعني نستفيد بالوقت اللي باقي للمحاضرة اللي هي المكان المفروض تنتهي بعد نص ساعة.